كل الطرق تؤدي إلى موسكو، زي ما كان بيتقال باستمرار كل الطرق تؤدي إلى روما، دلوقتي كل الطرق تؤدي إلى موسكو. مقال مهم على موقع بي بي سي بيتكلم عن تأثير روسيا في العالم الآن وتأثير العالم على روسيا. دلوقتي روسيا موجودة في سوريا، موجودة في أوكرانيا، موجودة في الاتحاد الأوروبي، موجودة في أمريكا، موجودة في سوريا لحسابات سياسية، وموجودة أيضا في الاتحاد الأوروبي من أجل تفكيك الاتحاد الأوروبي، وموجودة في أمريكا من أجل التأثير على الانتخابات الأمريكية، وموجودة في أوكرانيا للتأثير على الوضع في أوكرانيا. ده كلام محللي بي بي سي. بالمقابل أمريكا بتحاول تكون موجودة عند روسيا عبر توسيع الناتو، الدرع الصاروخي اللي بيهدد بالتالي مستقبل استراتيجي للدولة الروسية. كل هذا المجهود من أمريكا لحصار روسيا، وكل هذا المجهود من روسيا من أجل مضايقة وحصار أمريكا. خبراء روس وصحف كبرى روسية بتقول إن الأزمة دلوقتي أكبر من أيام الحرب الباردة، والأزمة دلوقتي تصل إلى مستوى الأزمة الكوبية، أزمة الصواريخ الكوبية 1962. يعني إحنا في لحظة أخطر مما مضى، لأن كنا قبل كده أيام السوفييت والأمريكان، ده كلام الروس، قادرين ندير قواعد اللعبة. دلوقتي ممكن تفلت قواعد اللعبة، يفلت الزمام وتنهار قواعد اللعبة، وممكن ندخل في حرب عالمية ثالثة. الكلام ده جديد، يبقى في صحف كبرى ومسؤولين كبار يقولوا كده ببساطة الحرب العالمية الثالثة. الحرب العالمية الثالثة ممكن الإعلام يتكلم، الصحف تتكلم، فيلم سينمائي، إنما لما يكون مسؤولين كبار على مستوى عالي يقولوا كلمة حرب عالمية ثالثة أو حرب نووية، ده كلام في منتهى الخطورة. ونادر جدا نلاقي تصريحات لشخصيات مهمة في العالم تتضمن هذه المصطلحات، حرب نووية أو الحرب العالمية الثالثة. خبراء اتكلموا في الموضوع وقالوا إنه بوتين عنده غرور شديد طبقا لمحللين غربيين، وإن عنده جنون عظمة، اتهام غربي للرئيس بوتين، وإن هو شايف نفسه أذكى من أي قائد في أوروبا ولا في أمريكا 10 مرات، إلا إنه مش ممكن يعمل بوتين عمل انتحاري. بي بي سي سألت سؤال، هل لو جه شخص آخر رئيسا لروسيا مكان الرئيس بوتين، هل روسيا هتغير سياستها؟ الإجابة لا، لأن النخبة الحاكمة في روسيا كلها تقريبا هذا التفكير اللي هو تفكير الرئيس بوتين، وبالتالي لا تغيير حتى لو جاء رئيس بعد الرئيس بوتين. طب سؤال تاني، هل الرئيس بوتين ممكن فجأة كده يفاجئ العالم ويرمي قنبلة هيدروجينية على واشنطن، ينهي أجزاء واسعة من أمريكا؟ الإجابة برضو عند المحللين لا، بيقولوا بيتهموا الرئيس بوتين أنه عنده غرور وعنده صلف وعنده جنون عظمة، إلا أنه مش ممكن أبدا أنه يعمل عمل انتحاري، وأن وقت الجد بيحسب الأمور بذكاء وبمسؤولية، وأن هو مش الشخص اللي ممكن يطلع الدور ال 18 ويبص من الشباك ويتصور أنه قادر على الطيران فيرمي نفسه من النافذة متصور أنه يطير. لا، هو شخص مسؤول ويمكن أن ينتحر وبيوصل لحافة الهاوية، لكن بيقدر يدير الأوضاع عند حافة الهاوية. أيضا محللين بيقولوا في النهاية بوتين وأوباما بيتقابلوا، وبوتين والرئيس كلينتون أو الرئيس ترامب هيتقابلوا، ودايما في خطوط اتصال قائمة بين كيري ولافروف وبين البيت الأبيض وبين الكريملين، وأن العالم في النهاية الكبار بيتكلموا عند الضرورة القصوى ويجلسوا ليتحدثوا بشكل رسمي وحتى بشكل غير رسمي.